قمة المعرفة التي تقام في 21 و22 من شهر نوفمبر القادم، وأيضا حضوريا وفي 23 افتراضيا، هي القمة الثامنة في على مستواها العالمي، هي أهم قمة معرفية في العالم حاليا، يطلق فيها كثير من المبادرات، وأيضا يطلق فيها مؤشر المعرفة العالمي. هذه القمة يجتمع فيها خبراء العالم في مجال المعرفة، وهذه السنة بعنوان مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة التي الآن بدأت تظهر معالمها. نتحدث عن الجيل الخامس وتقنيات التعليم، الأمن الزراعي، الأمن السبراني، سنتكلم عن كثير عن حلول المدن المعرفة ومستوياتها في العالم، كثير من الورش والجلسات المهمة لتطوير هذه المدن، وأيضا لاستشراف مستقبل الجيل أو الثورة الصناعية الخامسة التي هي تعتمد اعتماد كاملا على البشر والذكاء الاصطناعي. هناك أكثر عن 43 جلسة، أكثر عن 100 متحدث في هذه الجلسات. وقمة المعرفة دائما قمة مهمة للحكومات والمؤسسات، لأنها تستشرف مستقبل المعرفة، ونطلق من خلالها أيضا المؤشر المعرفة العالمي الذي يقيس المعرفة في 133 دولة، 7 معايير في 155 متغيرا: التعليم قبل الجامعي، التعليم الجامعي، التعليم التقني، واتصالات، وبيئات التمكينية، وغيرها من المعايير المعروفة عالميا. وهو المؤشر الوحيد المعتمد عالميا، والذي ينطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الأمم المتحدة. المؤشر هذا خريطة الطريق لكل من يريد التقدم، لكل من يريد الوصول إلى أعلى مستويات المعرفة واقتصاد المعرفة. نتمنى من الجميع أن يحضروا قمة المعرفة في نوفمبر 21-22، وأيضا يستطيعون أن يحضروها أو يحضروا الجلسات افتراضيا في 23. القمة في موسمها الثامن مهمة جدا لكل المعنيين، الأكاديميين، صناع القرار، ولهذا أتمنى أن يحرصوا على حضورها أو مشاهدتها افتراضيا. قمة المعرفة في دورتها الثامنة هذا العام زي الدورات السابقة، هي بيخرج منها توصيات أو مجموعة من الآراء والنتائج الخاصة بمؤشرات المعرفة أو آراء الخبراء. من خلال هذه النتائج والتوصيات ونتائج المؤشرات اللي بتعرض في خلال القمة، تستطيع الدول والحكومات والأكاديميين أن يقوموا باستشراف للمستقبل في دولهم من خلال هذه النتائج. فقمة المعرفة هي عبارة عن منصة عالمية بتجمع الخبراء بينقلوا آرائهم وتجاربهم وخبراتهم إلى داخل المنطقة العربية، فبذلك تستطيع الدول والحكومات والأكاديميين والخبراء إن هم يستطلعوا الآراء ويشوفوا آراء جديدة ممكن ما كانوش يعرفوا عنها حاجة، أو إنها تكون تفسيرها غائب عنهم. فمن خلال هذه التجارب اللي بتعرض والآراء والأوراق اللي بتقدم والعروض، إن هذه الدول تبدأ تبني استراتيجيات أو تعيد تفكيرها في استراتيجيات كانت وضعت سابقا وتطويرها حتى تواكب مجتمعات المعرفة واقتصاد المعرفة. مجتمعات واقتصاد المعرفة هي مجتمعات بطبيعتها متطورة ومتغيرة، فإذا أنا لم أتابع التطور الحادث فهذا سيؤدي في النهاية إلى عدم قدرتي وفشلي في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة للدولة اللي أنا موجود فيها. وده الهدف من قمة المعرفة، نقل الخبرات والمعارف من خارج المنطقة العربية إلى داخل المنطقة العربية، وأيضا من داخل المنطقة العربية إلى خارجها، لأن أحد أهم شروط بناء مجتمع المعرفة هو نقل وتوطين المعرفة داخل الدول، وده اللي بتهدف له قمة المعرفة.